دشنت الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الفترة من 23 إلى 26 من شهر أكتوبر الجاري حملة ترويجية إعلامية ضخمة في مجمع السيتي سنتر، والتي تأتي تزامناً مع بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الحالي. طبعاً هذه الحملة الترويجية اللي تدشنها الأمانة العامة لمجلس النواب تأتي تزامناً مع افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي اللي راح يفتتح جلالة الملك في يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2013. وبالتالي احنا هدفنا من هذه الحملة الترويجية نشر الثقافة والوعي البرلماني لدى أفراد المجتمع. طبعا مهمة المجتمع جدا مهمة جبارة تدفع النائب لقياس مدى الأداء الحكومي. النائب أو عضو البرلمان يرى مدى تجاوب الحكومة مع تطلعات المجتمع من حيث الاحتياجات أو في مختلف المجالات، سواء في الصحة أو في التعليم أو في المجالات الخدمية بشكل عام. وبالتالي ما يحسه المواطن وما يريد أكثر مزيدا من الحكومة، يقوم البرلمان بتوصيل صوت المجتمع لدى الحكومة، وبالتالي أعضاء البرلمان يستخدمون أدواتهم الدستورية من أجل إيصال صوت المواطن لقياس مدى الأداء الحكومي لخدمات المواطنين. سيتم عرض فعاليات مجلس النواب وفيلم وثائقي تعريفي عن مسيرة المجلس التشريعي والنيابية المعاصرة، بدءا من مرحلة التصويت على ميثاق العمل الوطني، وذلك عبر شاشات مخصصة للعرض في جناحها الترويجي والمصمم على هيئة مجسم ضخم لبوابة مجلس النواب، ويضم متحف برلماني وتشريعي على الطراز الجرافيكي. كما سيتم استضافة عددا من رؤساء وأعضاء لجان المجلس من النواب. احنا موجودين اليوم في احدى المجمعات التجارية من منطلق اشراك المجتمع المحلي والمواطنين من كافة فئاته وبكافة اعماره، سواء كانوا اطفال او ناشئ او شباب، اشراكهم في المسيرة الديمقراطية والمسيرة التشريعية لمجلسي النواب او مجلسي الشورى. تحديدا احنا هني من مجلس النواب من باب الاشراك والتواصل بشكل مباشر مع هذه الفئة، مع عامة الشعب او عامة المواطنين، ارتئينا ان احنا نتواجد، وخصوصا مع بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، نعمل على توعية الجمهور، نعمل على ايصال معلومات للناس اللي محتاجة تتعرف على كم معلومة او تطلع على مطبوعاتنا او على نشراتنا الموجودة هني في هذا الستاند. احنا طبعا موجودين هني لمدة 4 ايام لكافة المواطنين اللي حابين انهم يجون يتعرفون او يطلعون على تجربة مجلس النواب. بيكون ان شاء الله في زيارات لبعض النواب موجودين هني من باب التواصل، من باب ان احنا نراوي للجمهور ان احنا موجودين، ومحتاج لاي استفسار او تواصل او معلومات احنا موجودين ومتواصلين بعد معاكم من خلال مواقعنا عبر التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر او انستغرام للاطلاع على كل هذه المعلومات او كل هذه الامور. سوف تخصص زاوية في الجناح الترويجي للأمانة العامة لمجلس النواب لعرض المطبوعات والنشرات الصادرة من الأمانة وغيرها من الفعاليات المصاحبة الأخرى، والتي سيتم من خلالها التواصل المباشر مع الجمهور وتعريفه بأبرز إنجازات المجلس النيابي وتعزيز مبادئ المواطنة والاندماج المجتمعي وزرع الثقافة البرلمانية لدى المواطنين وتوزيع الهدايا التذكارية.